السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعيني الكرام. اليوم جبت لكم منتج شفته عند يوتيوباز صيدلية دكتور هند حامد، عدة تقدم وصفات للشعر البشرة جد رائعة ومفيدة. راح ناظر لكم على الألولين. الألولين هو زيت شمعي طبيعي يوجد في سوف الغنم، يساعده على الحماية من الطقس البارد الممطر من خلال جعل السوف زيتي وطارد المياه. يستخدم مستحضرات التجميل، عناية بالشعر البشرة، يستخدم على أكثر على البشرة الجافة خاصة فصل الشتاء. يستخدم فهو يعطي الرطوبة للجلد. يستخدم الطبي تهدئة الطفح الجلدي، علاج التجاعيد حول العين، التجاعيد عموما، حماية البشرة من أضرار الشمس. للشعر الجاف فوائد تاعه ممتاز للترطيب فروة الرأس، يفضل استخدامه على الشعر المجعد لأنه لا يمكن يكون لأنه يكون ثقيل على الشعر الرقيق الناعم. المكونات راح نحتاج هنا يكون الألولين خام أصلي ومع زيت البكر وزيت الكوك. هنا راح نجيب إناء ويكون اللون تاع اصفر والريحة تاع تقول لك يسوف الغنم. عندي اناء هنايا، راح نضيف 3 معالق من زيت الزيتون ثلاثة معالق من زيت الكوك وملعقة كبيرة من من الألولين. راح نديرهم على حمام مائي مريم درت الماء من تحت، نخلط هذه المكونات جيدا. وأنصح الاستخدام يكون بالليل هذا بت معانا المكونات. هنا جبت برطمان او بلارة على الزجاج، عقمتها مليح وراح نسكب هذا الخليط. بعد خلوه في الثلاجة وتحب كي طريقة تدير الاستعمال، تخرجي ديري من في الليل والصبح لازم ديري واقي الشمس. وهذا كان الفيديو تاع نهار اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم. ما تنسينيش الاشتراك والضغط على زر لايك، ونقولكم الى الملتقى فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.